أهلا بكم مشاهدينا. طبعا حضراتكم فاكرين لاعب المصارعة أحمد بخدودة واللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة أبدا بتفيد بهروبه من بعثة المنتخب في تونس بعد تحقيقه الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا بعد خصم مبلغ كبير من قيمة مكافأته. وتشهد هذه الوقعة تطورات جديدة بعد قيام رجل الأعمال نجيب ساويرس بتوجيه رسالة هامة للاعب. فايه تفاصيل الرسالة دي وايه اللي وعدوا بيه في الرسالة؟ ده اللي هنوضحه لحضراتكم حالا من خلال التغطية. هنستعرض ايضا اخر تطورات الموضوع. في البداية او خلال الاسبوع الماضي اقيمت البطولة الافريقية بتونس وتوج احمد بخدودة لاعب منتخب مصر للمصارعة بالميدالية الفضية، ولكن البعثة المصرية فوجئت بغيابه وتم تداول أخبار عن هروبه بعد خصم 14,000 جنيه ضرائب من قيمة مكافأته واللي تقدر ب 16,000 جنيه، وذلك أثار الجدل والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن اليوم وجه رجل الأعمال نجيب ساويرس رسالة إلى بطل المصارعة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وطلبوا فيها بالرجوع ووعدوا بأنه سيصلح كل شيء ضايقه وقال له إحنا ولاد بلدك عايزينك. كما تقدم أيضا النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب بطلب إحاطة بشأن الأخبار التي يتناقلها رواد السوشيال ميديا من هروب اللاعب من البعثة والتي من شأنها أن تضر بالرياضة المصرية. أيضا قال أنه تم تداول أخبار عن هروب واختفاء لاعب منتخب مصر للمصارعة أحمد فؤاد بخدودة من بعثة المنتخب في تونس، وكان ده بعد تحقيقه الميدالية الفضية خلال مشاركته في بطولة إفريقيا الأسبوع الماضي، وفوجئت البعثة بغيابه في اليوم التالي من تتويجه بالميدالية، وطلب النائب العام بإحالة الطلب إلى لجنة الشباب والرياضة لاتخاذ اللازم بشأن التحقيق في موضوع هروب اللاعب. ومن جانبه علق إبراهيم عادل عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة على الموضوع أو على موضوع خصم الضرائب، وقال إن وزارة الشباب والرياضة تصرف الموارد المالية للرياضيين وفق إمكانياتها، وإن أحمد كان بيحصل على 3,000 جنيه شهريا من الاتحاد قبل خصم الضرائب. أوضح أيضا أن أحمد كان عليه سلف بقيمة 12,000 جنيه وتم خصمها منه بعد فوزه ببطولة تونس، وحصل على 2,200 جنيه بعد حصوله على الميدالية الفضية، وذلك بعد خصم مستحقات الاتحاد والتي كانت عليه، حيث أن اللاعب كان قد تعهد للسكرتير العام للاتحاد بسداد المبلغ المستحق عليه، فتم خصم المبلغ بعد البطولة. أيضا هذا ما أكدته مصلحة الضرائب أيضا في تصريحها عن الموضوع، حيث قالت أن اللاعب كان يتقاضى مبلغ 3,000 جنيه شهريا من الاتحاد طبقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد، وأنه اللاعب كان ليه حوالي 18,000 جنيه عن 6 شهور وتم خصم 10% كضريبة كسب عمل، بالإضافة إلى 3% رسم تنمية طبقا للوائح أو قوانين الدولة، وكان على اللاعب مبلغ 13,680 جنيه وهي رسوم انتقاله من مركز شباب بيلا، وذلك للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة فتم خصمهم منه. طيب من ناحية تانية كان علق أيضا إبراهيم عادل أنه بعد فوز اللاعب بالمركز الثاني في البطولة وحصوله على الميدالية الفضية، وعند توجهه البعثة المصرية للطائرة للعودة اكتشف أعضاء البعثة تغيب اللاعب، وأن البعثة اكتشفت سفر أحمد بخدودة لباريس. أوضح أيضا أن أحمد بخدودة لم يواجه أي تقصير من ناحية اتحاد المصارعة، وأن الاتحاد لم يتمكن من التواصل مع اللاعب بعد سفره إلى باريس، فيما أكد والده أيضا أنه لا يعرف إذا كان سافر بالفعل أم لا، وأن آخر تواصل معه كان أثناء تواجده في تونس. كده تكون انتهت تغطيتنا مشاهدينا الكرام. لمزيد من المتابعات والأخبار تابعونا على موقع صدى البلد. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.